السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة بروسو بفيديو دوت كناي. إن شاء الله النهاردة ده هيبقى تالت فيديو معانا في سلسلة الـ Image Processing في السي شارب. إن شاء الله النهاردة هنفهم يعني إيه الـ Image Processing. زي ما أنا قلت لك في أول فيديو خالص إن الـ Image عبارة عن مصفوفة أرقام، وكل رقم هو درجات اللون على حسب الـ Color Space اللي أنت بتستخدمها. العمليات بقى على المصفوفه دي بتبقى تتم ازاي؟ في نوعين من العمليات، في العمليه اللي هي البوينت، دي اسهل عمليه انها انت بتركز على بيكسل بيكسل، يعني البيكسل مثلا انت مثلا عايز تزود على البيكسلات كلها، مثلا ايه تزود على رقم واحد، فالبيكسل رقم واحد دي هتبقى 2، 2 هتبقى 3، 8 هتبقى 9 وهكذا. دي اللي هي عمليات ان انت البوينت دي بتستخدم مثلا انت زياده تشبع اللون، مثلا زي ما انا قلت لك مثلا في كلار سبيس اللي هي البي جي ار دي. البي جي ار دي مثلا انت عايز تزود تشبع اللون الازرق مثلا، فانت بتروح على الشانل بتاعت اللون الازرق وتزودها كلها مثلا، او تزود منطقه معينه فيها مثلا ايه على حسب انت عايز تزودها كام، فهي بتاثر على الصوره. فهو ده البوينت. في الجروب، الجروب ده بدل ما البيكسل بتتاثر بس بنفسها، يعني البيكسل بتزود عليها، لا البيكسل بتتاثر بالنيبورز اللي حواليها، اللي هي البكسلات اللي حواليها. في ثلاث انواع من الجروب، في اللي هو كورليشن، في اللي هو النون لينير، وفي اللينير اللي هو مسمى تاني اسمه الكونفوليوشن. الكورليشن ده هنشرحه ان شاء الله قدام شويه، هو سهل يعني مفيهوش حاجه، فهو ده اللي واحده اللي هو التمبلت ماتشنج، يعني بنشرحه قدام ان شاء الله. هنشرح بس يعني النهارده اللينير، والمره الجايه هنشرح النون لينير. النون لينير سهل يعني، بس اللينير ده هو الاهم فيهم، يعني هو سهل برده بس هو ايه الاهم. يعني ايه الكونفوليوشن او يعني ايه اللينير بروسيسنج؟ اللينير بروسيسنج دي بيبقى عندك انت المصفوفه اللي هي المصفوفه الحمراء دي اللي هي الصوره، ولا مثلا دي مثلا قطعه من الصوره اللي هي 9 بيكسلز. في اللينير لازم يكون في حاجه اسمها الكيرنل. الكيرنل دي مصفوفه انت بتحدد حجمها، مثلا 3 في 3، 5 في 5. طبعا لازم تكون فردي، يعني عشان اقول لك ليه كمان شويه، لازم تكون 3 في 3، 5 في 5، 9 في 9، 11 في 11 كده. الكيرنال دي بتلف على، هي مصفوفه برضو يعني بتلف على الايمج كلها، وبتضرب كل وبتضرب الايمج في القيمه المناظره ليها. بمعنى يعني مثلا هنا احنا هنيجي عند مثلا اللي هو البكسل رقم واحد دي، بنحط عليها الكيرنال. يعني ايه الكيرنال؟ عندنا اللي هي 2 4 اللي هي باللون الاسود دي، احنا عايزين مثلا نعمل عمليه على الرقم واحد دي اللي هي البكسل رقم واحد اللي في الصوره، فاحنا هنحط عليها الكيرنال، فهو هنضرب كل بيكسل في القيمه المناظره ليها في الكيرنال. يعني نضرب 1 في 10، 2 في 5، اول واحده اهي 5 في 2، بعد كده 4 في 4 اهي، بعد كده 2 في 8، بعد كده 1 في 10. طبعا ال 6 وال 12 وال 18 وال 16 وال 14 ما لهمش قيم في الايمج، احنا على جنب الايمج خالص، احنا في عند الحواف بتاعت الايمج، فما فيش قيم ثانيه للايمج، فايه مش مفيش قيمه بتتضرب فيها، فبتتضرب في صفر، فملهاش اي قيمه خالص. فبعد كده ايه بنضربهم كلهم، بعد كده يعني نضرب 2 في 5 ب 10 زائد 4 في 4 ب 16 زائد 2 في 8 ب 16 زائد 1 في 10 ب 10، ونجمعهم كلهم بتبقى 52. دي قيمه الواحد، دي قيمه البكسل الرقم اللي هي قيمتها واحد، هتبقى 52 بعد الفلتر ده، اللي هو الفلتر اللي هو اللي انا قلت لك عليه، اللي هو ده اللي هو دي عمليه اسمها الفلتره، ان انت بتحرك الكيرنال على الايمج كلها، دي فلتره. فالصوره الناتجه البوزيشن واحد ده لا، قيمته هتبقى 52. مثال تاني مثلا في صوره مثلا هنا، دي الكيرنال بتاعتنا اللي هي الاتش دي، في واحد هنا وواحد هنا وواحد واحد، فاهم؟ فهو بيجي احنا هنطبق على التسع بكسلات اللي في الصوره دول، فاحنا هنحط ايه الكيرنال دي عليها. خلي بالك احنا بنحرك الكيرنال بالسنتر بتاعه، يعني السنتر ده هو اللي بيتحرك. يعني الواحد دي هتبقى على 10، بعد كده هتبقى على 20، بعد كده هتبقى على 30 وهكذا. احنا بنحطها عليها، بعد كده بنقول ايه نضرب كل قيمه في المناظره ليها في 50 في 1 زائد 80 في 0 زائد 0 في 0 زائد 5 في 0 زائد 10 في 0، هي المعادله اللي تحت دي اهي. في الاخر خالص هيطلع لي 132، فدي تتحط في القيمه اللي هي تتشال القيمه 10 وتتحط مكانها 132. طبعا ده في الصوره المفلتره، لكن الصوره الاصليه احنا ما بنعدلش فيها. الكونفوليويشن الكيرنال بتاعته ليها كذا انواع، ليها
نوعين، في اللو باس فلتر وفي الهاي باس فلتر. اللو باس فلتر ده من ميزاته ان هو بيعمل لك بلورنج للصوره، بيخلي الصوره مموهه شويه، يعني لو في نويز في الصوره عندك فهو بيشيلها لك باللو باس فلتر. وطب والكيرنل بتاعت عدد الارقام اللي في الكيرنل بتبقى بتسوح. وفي هاي باس فلتر هو بيعمل لك ايدج ديتكشن على الصوره بتاعتك، يعني الحواف اللي على الصوره، الحواف بتاعت الاوبجكت اللي في الصوره بتاعتك هو بيطلعها لك. طب يعني ايه حواف؟ الحواف دي اللي هي يعني مثلا لو احنا قلنا مثلا خلفيه بيضاء، تخيل كده معايا صوره بيضاء خالص وفي مربع مثلا، او في مربع لونه اسود، فاهم؟ فالحواف دي اللي هي الباوندري اللي هو المحيط بتاع المربع ده، فاهم؟ فالمحيط ده ايه؟ لو احنا كده مشينا مثلا على الايمج كده، فاهم؟ فهو ايه البكسل اللي قبل المربع ده بتبقى بيضاء، بعد كده اول ما تطلع المربع بعد كده بتبقى سودة. ففي انهيار او مش انهيار، في فرق كبير قوي بين قيمه البكسل البيضاء وقيمه البكسل السوداء. البكسل اللي بينهم دول هي اسمها دي ايدج، دي حافه. والكيرنل فيها بتساوي صفر، مجموع الارقام اللي في الكيرنل بتساوي صفر. هناخد النهارده اللو باس فلتر. اللو باس فلتر بيبقى ليه انواع كتير، بس انا اجيب لك بس اتنين كيرنلز، نوعين اهو. واحد على تسعة دي كلها بتجيب لك المتوسط بتاعت الارقام كلها، يعني مثلا احنا هنا السنتر بيكسل هنا بتضرب كل قيمه في المناظره ليها وكذا. برضو الكيرنل دي، بس الكيرنل دي ما بتعتمدش الارقام، ما بتعتمدش البكسلات اللي هي هنا، اللي هي الاصفار دي. الاصفار دي معناها ان انا مش هتاثر بالبكسلات اللي فوق، شمالي شمال غربي وجنوب شرقي الحاجات دي، لا انا هتاثر بس بالبكسلات اللي هي فوق وتحت وشمال وجنوب بس. وهي فوق وتحت وشمال وغرب ولا شرق مش فاكر، تقدر ماشي. ده مثال على اللو باس فلتر. ده مثلا لو احنا عندنا الصوره اهي، دي الصوره، بعد كده بتبقى اول ما ندخل عليها الكيرنل اللي هي 1 على 9 اللي انا لسه موريها لك دي، هتبقى كده ايه شكلها كده مموهه شويه. ولو مثال مثلا عليها مثلا، ونفترض انا عندي مثلا ايه، زي ما قلت لك اللو باس فلتر بيستخدم ان انت تشيل النويز عن الصوره بتاعتك. فانت مثلا لو انت عندك صوره مثلا ابيض صورة كلها سودة وفي نقطة بس بكسلها واحدة هي 255، فاهمني؟ فاحنا هنمشي على الفلتر اللي هو اللو باس فلتر، اللي هو الفلتر اللي انا لسه موريهولك ده، اللي هو 1 على 9 ده. مثلا هنيجي عند البكسل اللي هي 255 دي، هنروح عاملينها ايه؟ هنضربها في 1 على 9، بعد كده هنضرب الصفر في 1 على 9، نضرب كل قيمة في القيمة المناظرة ليها، بعد كده ايه؟ الناتج بنحطه في البكسل الجديده، فاهم؟ ف 255 طبعا كل الاصفار ده هتتضرب فملهاش رسمه، ف 255 في 1 على 9 ب 28. لو تاخد بالك القيمه قلت، فاهم؟ من 255 بقت 28، وبعد وبرده اللي حواليها كله 28. طب ليه؟ لان برده انت، انا قلت لك ان الكيرنل دي بتمشي على الصوره كلها، فالصفر دي هتضرب 1 على 9، بعد كده هيبقى في 255 يعني هنا، فهي هتتضرب فيها فبرضه هتبقى 28. فتحس ان انت ايه مددت البكسل، ان البكسل 255 دي وسعتها شويه، فاهم؟ فالبكسلات حواليها زادوا شويه وهي قلت، فهي بتوزع اللون بتاعها عليهم كلهم. فبس هو ده كان يعني، هنشرح برضه النهارده اللو باس فلتر، وهناخد مثال على اللي هو البوينت، انك ازاي ان انت البوينت بتشتغل في الامجو سي في. وان شاء الله المره الجايه هنشرح النون لينير والهاي باس فلتر. لو هناخد كده مثال عن البوينت بروسنج اللي هي العمليه على البكسل بس واحده، مش الجروب. في اول درس اللي هو الدرس اللي فات لما اتعلمنا ازاي بنستول الامجو سي في، قلت لك ان احنا هنا في عندنا كلاس عشان نعرف ايمج جديده عندنا في البرنامج. فاحنا هنا ايه عندنا ايمج، وبنديها اتنين داتا تايب، البي جي ار اللي هو الكالر سبيس بتاعتك، والنوع البكسل بتاعتك اللي انت هتخزن بيها. اتفقنا انها بتكون بايت عشان احنا عايزين نعرض الصوره. عندنا هنا صوره اسمها 1.jpg عندي هنا في مجلد المشروع. هنا عندنا خاصيتين في الايمج، هنا بتطلع لي عدد الكولمز اللي في الصوره وعدد الروز. الروز دي اللي هي حجمها مثلا 5 في 5، 50 في 50، 300 في 300 كده. فالكولمز دي بتطلع لي كام عمود في الصوره، والروز بتطلع لي كام صف في الصوره. هنا انا باخد كوبي من الكلون دي، داله في الايمج
بتديني كوبي او نسخه من الايمج نفسها عشان اعمل عليها عمليات عشان ما اثرش في الايمج اللي فوق. تعالى كده نشوف البرنامج بتاعنا بيعمل عشان افهمك يعني الحوار بيبقى ماشي ازاي. احنا عايزين نزود تشبع اللون الاخضر في نص الصوره والنص التاني هنزود فيه تشبع اللون الازرق عشان عرض لي هو الكولمز دي 675 والرو 675 ده حجم الصورة عندنا. دي الصورة الأصلية عندنا ودي الصورة اللي بعد اللي احنا عملناها هنا. بص يعني احنا هنا ايه بنعمل اتنين فور فاهم، فور بتلف على الكولمز وكل كولمز بتلف على الروز اللي فيه. بنقول هنا لو بناخد هنا طبعا في اللي هي الايمج اللي هي واي واكس كأنها مصفوفة ثنائية الأبعاد، كأنك بتتعامل مع صفة ثنائية الأبعاد، بس هنا بتديها الصف الاول بعد كده الاكس. يعني احنا قلنا ايه 4 انت اكس بتساوي صفر، طول ما الاكس دي اقل من الايمج دوت كولز هنقول اكس بلس بلس، وكذلك الحال مع الواي. يعني طول ما الواي دي اقل من الايمج دوت روز هنزود على الواي واحد والاكس واحد. فاحنا بنقول هنا ايه هناخد اللون اللي موجود في الايمج واي واكس فاهم. بعد كده بنقول بنتشيك لو البيكسل اللي احنا واقفين عليها دي في النص الاولاني من الصوره، يعني احنا بنقول هنا ايمج دوت كولز على الاثنين، ولو الاكس دي اقل من النص بتاع الصوره يعني الايمج دوت كولز مثلا لو احنا مثلا ايه الايمج عندنا 300 عمود، يعني ايه 300 عمود يعني هي في الحته دي كده، قصدي 300 عمود يعني 150 هنا و150 هنا، يعني لو هي في ال150 الاولانيه يعني هنا في الحته الخضراء دي هنزود على الجرين هنا، ونقول هنا الكالر دوت جرين. طبعا احنا خدنا ايه اللون بتاع البيكسل ده من خلال الخاصيه دي، بيرجع لنا البي جي ار كولر على حسب برضو كولر سبيس اللي انت بتستخدمها. فاحنا هنا بنقول لو هي في الاول هتزود على الجرين 80 على المصفوفه اللي هي بتاعه المخصصه بالجرين هتزود عليها 80 درجه، ولو هي إلس لو هي غير ذلك يعني هي في الحته الثانيه هتبقى 80 هتزود على البلو قصدي 80. بعد كده بنقول كوبي بنقول هنا اللي هي الايمج النسخه اللي احنا خدناها من الايمج واي واكس بتساوي الكولر الجديده اللي احنا عملناها. وفي الاخر بعد ما نخلص بنقول سي في انفوك دوت اي ام شو ايمج، بعد كده هيعرض بالايمج والكوبي. فدي الايمج عندنا ودي الكوبي. فبس هو ده كان يعني مثال عن البوينت، التعامل مع البوينت من غير الجروب. فهو ده كان درس النهارده يا جماعه، وارجو الدرس نال اعجابكم. هسيب لك برضو فيديوهات يا ريت تشوفها. انا يعني ايه انا لخصت في شرح الايمج بروسنج كتير يعني فاهم، ما تعمقتش فيه، لكن الناس اللي يعني ايه لو انت ما فهمتش كويس او ما استوعبتش كويس هسيب لك برضو فيديوهات لاستاذ احمد جاد، ده راجل تمام وفل الله العظيم، ده راجل شرح الايمج بروسنج بطريقه حلوه قوي، انا استفدت منه كتير. هسيب لك برضو فيديوهات في البلاي ليست دي عشان تتفرج عليها لو انت ما فهمتش كويس، انا لخصت يعني شويه انا اسف. يا ريت تبص عليها برضو بس كده. نشوف الدرس اللي جاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.